تعنى اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب بمتابعة المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومدة تطبيقها من قبل السلطة التنفيذية، إلى جانب قبول التظلمات من المواطنين والتي من شأنها أن تساهم في رقي الشؤون البرلمانية في البحرين. وخلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، رفعت لجنة حقوق الإنسان النيابية تقريرها بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية. أهلا بك سعادة النائب، حدثنا أكثر عن عمل اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني وما أبرز ما تم إنجازه. طبعا عقدت لجنة حقوق الإنسان، لجنة نوعية لحقوق الإنسان بمجلس النواب في دور الانعقاد الثاني عدد من الاجتماعات وطرحت بعض التقارير، وتواصلنا بالكثير من المراسلات فيما يختص حقوق الإنسان في مملكة البحرين. ومن أبرز الموضوعات اللي تناولتها هذه اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني هو الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين. وتهدف هذا المقترح يهدف إلى بلورة توجيهات المشروع الإصلاحي لسيدي جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وتطوير وتعزيز الجهود الرسمية والمجتمعية في مجال حقوق الإنسان والوصول إلى الاحترافية والتكاملية وتبادل الخبرات بين المؤسسات الرسمية المستقلة ومنظمات المجتمع المدني. نعم. حيث تواصلنا يعني من خلال هذا الموضوع مع كل من وزارة الخارجية، مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، المجلس الأعلى للمرأة، الأمانة العامة للتظلمات، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وتوافقنا مع مرئياتهم جميعا في وضع هذه الاستراتيجية. نعم سعادة النائب عمار البناي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، شكرا جزيلا لك.